مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد من أيام المحترف. كالعادة هنتابع مع حضراتكم الكرة العالمية، نتابع مع حضراتكم كل الدوريات الأوروبية، وكمان بننتظر ونشوف بكرة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. مباريات قوية جدا جدا على مستوى المنافسين. هنتابع النهاردة كل دوت، وعندنا ملف مهم جدا كمان في حلقتنا النهاردة هنتابعه مع نجم أو ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية سعيد علي. قبل كل حاجة خلينا نقول النهاردة النادي الأهلي بيقدم المدير الفني الجديد، المدرب السويسري مارسيل كولر، اللي خلاص بعد يعني تقديمه رسميا كولر خلاص بيقوم بطبعا شغله، وكل شغله الشاغل طبعا هو الاستعداد للموسم القادم للنادي الأهلي. مؤتمر كان على أعلى مستوى كل جماهير النادي الأهلي. يمكن في الفترات الأخيرة أسماء كتيرة جدا جدا اترددت على السوشيال ميديا، لكن بصراحة بكل احترافية النادي الأهلي كالعادة بيتعامل مع ملف المدير الفني الجديد. خلينا نتكلم من على المؤتمر اللي قدام حضراتكم دوت. كان الاحترافية موجودة على مستوى التنظيم، على مستوى شخصية النادي الأهلي، المدير الفني متواجد على المنصة مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومسؤول الكرة في النادي الأهلي بجانب المترجم، وكل أعضاء النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب متواجدين في الصفوف الأمامية. النقاش دار باحترافية كبيرة جدا جدا. مارسيل من الواضح من البادي لانجويج بتاعته دايما بنطلع يمكن شخصية متزنة جدا، خلينا نقول شخصية هادئة، ولكن بيحب الالتزام بشكل كبير جدا جدا. اتكلم في كذا نقطة مهمة جدا، يمكن من النقاط المهمة اللي اتكلم فيها أكيد شاف إن النادي الأهلي منظومة احترافية كبيرة جدا جدا، عارف إن الفترة اللي جاية الهدف الأول هو تحقيق الانتصارات والبطولات مع النادي الأهلي، كمان على مستوى الأداء، على مستوى الأداء. يمكن اتسأل سؤال أعتقد رد بشكل أكتر من رائع، أحد الصحفيين بيسأله الأداء ولا النتيجة؟ طبعا هو قال النتيجة، طبعا إحنا بنلعب كرة القدم للفوز، وكمان قال أنا يعني من الدرجة الأولى بهتم بالفوز بالمباريات، وده عهد عليا أن أنا أفوز بمباريات النادي الأهلي، وجه لو جه كمان هذا الفوز مع طبعا أداء جيد جدا هو ده المطلوب. زي ما بقول لحضراتكم كمان زي ما انتم شفتوا في الصوره ميشيل يانكون طبعا عودته سريعا للفريق الاول، واحد كمان من يعني المدربين الكبار على حراسه المرمى بيعود تاني للجهاز الفني، صوره اكتر من رائعه. كابتن سامي قمصان موجود كمدرب عام موجود مع كولر، كل الناس سعيده وكل الناس مبسوطه وكل الناس متفائله. التفاؤل خلينا نتكلم اولا من عمليه انتقاء المدربين. انتقال المدربين يمكن مارسيل كولر من هو راجل سويسري ولكن بينتمي شويه الى المدرسه الالمانيه، وعايز اتكلم مع حضراتكم يمكن مارسيل يعني يعتبر يعني زميل ملاعب، يمكن انا لعبت معاه وانا متواجد في رحلتي الاحترافيه في سويسرا، لعبت امامه 3 مباريات. هو كان بيلعب في جراس سوبر، انا كنت بلعب في نيو شاتل. جراس سوبر من الانديه الكبيره طبعا في سويسرا. وعايز اقول لكم على مستوى الشخصيه زي ما شفنا كده شخصيه هاديه، شخصيه متزنه بشكل كبير جدا، واضح كمان ان عنده اهداف كبيره. يمكن اول مره يعني بيخوض تجربه احترافيه خارج اوروبا، ولكن هو اتكلم عن النقطه دي وقال انه عايز، اكيد مش هيلاقي افضل من النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، وعنده طموحات وعنده امال كبيره جدا جدا. على مستوى خلينا نتكلم على مستوى المدربين، يمكن سويسرا زي ما بنتكلم انها بدايه للعيبه بتصدر للدوريات الاوروبيه بشكل كبير، اعتقد كمان سويسرا من البلاد ديت مرتبطه بشكل كبير بالمدرسه الالمانيه. يعني انا افتكر في مشواري الاحترافي في سويسرا دربني مثلا على سبيل المثال اولي شتيلكا مدرب الالماني الكبير جدا، بعديها راح درب في
أمريكا في كوريا الجنوبية في كأس العالم. كمان من المدربين اللي شرفت أن أنا أتمرن معهم في سويسرا كان روي هوتسون. روي هوتسون اسم كبير في عالم التدريب، مدرب ليفربول ومدرب منتخب ألمانيا وعدة أندية في البريمير ليج، وبيسموه يعني هناك يعني السير طبعا على مستوى التدريب. عايز أقول لحضراتكم أن مارسيل كولر عنده مدرسة مختلفة شوية. مختلفة ازاي؟ والراجل اتكلم في نقطة مهمة جدا، قال الناس بتقول له انت بقالك سنتين بعيد عن التدريب، فهو قال بيحتاج برضو المدير الفني بياخد راحات ونتيجة لإصابته في ركبته، لكن من خلال السنتين دول بيتكلم ان هو كان بيدرس وبيشوف وبيتابع كل ما هو جديد في كرة القدم، بيحسن افكاره التدريبية بشكل كبير جدا. فكل التفاؤل وكل يعني السبورت والمساندة لهذا الرجل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. اتكلم كمان على نقطة مهمة زي ما بقول لحضراتكم، هو عارف قدر النادي الأهلي وعارف قد إيه جماهيرية النادي الأهلي على مستوى مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية، واتكلم على البطولات، اتكلم على مباريات، وكمان اتكلم على نقطة كمان بالنسبة للولاد قطاع الناشئين. هو اتكلم على نقطة يمكن عدت على الكثير مننا، عقلية اللاعب اللي هياخد فرصة في النادي الأهلي، وده اللي اتكلمنا عليه الفترة اللي فاتت، إن اللعيبة مش بس المستوى الفني اللي بيأهلها، لكن على مستوى الشخصية، على مستوى العقلية، وده اللي يعني بيخلي فوارق كبيرة ما بين اللاعبين بعضهم بعض. على مستوى قطاع الناشئين قال هو هيدي فرص كمان للولاد في قطاع الناشئين، ولكن عليه كمان هذا اللاعب أن يتميز بالعقلية الاحترافية. ولو جينا عند الاحتراف، أكيد النادي الأهلي منظومة احترافية، وده اللي قاله يمكن كولر من خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه النهاردة. هو كمان بيقول إنه شعر بحب كبير جدا جدا من الجميع، بداية طبعا في النادي الأهلي مساندة جماهيرية كبيرة جدا جدا دايما بتقف وراء فريقها، ودي كمان رسالة للجماهير. هو إدى بعض الرسائل على مستوى الفنيات، هو بيتكلم الراجل جاي عشان يفوز بالبطولات ويفوز بالمباريات، ويتكلم على الكرة الجميلة، بيقول أنا نفسي أقدم كرة جميلة، أنا في الدرجة الأولى الفوز هو الأهم بالنسبة لي، ولو جمعت الفوز مع الكرة الجميلة هي دي المعادلة اللي بيدور عليها كل جماهير الكرة في العالم. اتكلم كمان زي ما قلت لحضراتكم على موضوع الناشئين، لكن كمان اتكلم على طموح الجماهير. إدى رسالة للجماهير وقال إن الجماهير هو منتظر هذه المساندة اللي شافها منذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى المؤتمر الصحفي، وعارف قد ايه جماهيريه النادي الاهلي، وعارف قد ايه ان النادي الاهلي وراه جماهير بالملايين. هو منتظر هذه الجماهير بالمسانده، ده مهم جدا جدا ان احنا بنساند مديرنا الفني، بنقف وراه بشكل كبير جدا، خاصه في الخطوات الاولى. وعايز اقول لحضراتكم اللي مهتم بالسي في، و راجل عنده سي في محترم على مستوى الدوري الالماني، فاز طبعا بالدوري الالماني في البوندسليغا 2، وده دوري قوي جدا، دوري قوي جدا. طبعا الدوري الدرجه الثانيه في المانيا دوري قوي ومشتعل، فاز بيه مع بوخم، وقعد مع بوخم كمان 5 سنين في البوندس ليجا 1، وعمل نتائج اكتر من رائعه، وصل للمركز الخامس، وعلى مستوى نادي زي نادي بوخم انه يوصل بيه ويقعد في البوندس ليجا لمده 4 سنوات ده شيء يتحسب له، غير طبعا فاز بالدوري السويسري وكاس سويسرا على مستوى الدوري السويسري. كل التوفيق لكولر، كل التوفيق للجهاز الفني، كلنا بندعم هذا الرجل بشدة، كلنا وراء فرقتنا، كلنا وراء نادينا، وكل الثقة إن شاء الله إن هذا الموسم بإذن الله هيكون بداية قوية جدا جدا للنادي الأهلي. على مستوى الصفقات مش عايزين نتكلم، في صفقات أكيد النادي الأهلي بيمرها ولسه في يعني جديد إن شاء الله. على مستوى المدير الفني قفلنا الملف ده نهائيا، لكن كمان على مستوى الطموحات والبداية إن شاء الله واحد متفائل خير، وبإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة القادمة. طيب زي ما تعودنا قبل ما نتكلم على الصحافة العالمية قالت إيه، عايز أتكلم مع حضراتكم في يمكن خبرين ثلاثة. الخبر الأولاني هتكلم على طبعا رسميا عودة، تكون عارفين طبعا كان في إعلان لتأجيل يمكن الدوري الإنجليزي بسبب طبعا وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكن رسميا عودة الدوري الإنجليزي بكرة. أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية النهاردة عن عودة المنافسات
من للكرة الإنجليزية ومواصلة مباريات الدوري الإنجليزي اعتبارا من غد الثلاثاء، ده على مستوى الشامبيونشيب، على مستوى الدرجة الثانية. كمان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قررت يوم الجمعة تأجيل كل، زي ما حضراتكم عارفين، أجلت كل المباريات في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. هيعود الدوري الإنجليزي بالنسبة للبريمير ليج في طبعا بكرة الشامبيونشيب، هيبدأ بكرة الثلاث، والدوري الإنجليزي في مطلع الأسبوع اللي جاي. طيب، على فكرة كمان يعني الرابطة قالت في بيان أن تأجيل المباريات في الدوري الإنجليزي كان من أجل تكريم حياة الملكة طبعا إليزابيث الاستثنائية ومساهمتها الكبيرة للأمة، ومن باب الاحترام سيتم تأجيل هذه المباريات في الدوري الإنجليزي. زي ما حضراتكم عارفين، هو كمان الرابطة قررت دوت على الرغم أن كان في توجيهات الحكومة البريطانية أن اللقاءات والأحداث الرياضية ليس إلزاما توقفها أثناء يعني مراسم يعني دفن الملكة إليزابيث، ولكن احتراما للملكة قرروا طبعا التوقف لمدة أسبوع، وبداية إن شاء الله من الأسبوع القادم من البريمير ليج سيعود مجددا. طيب، على مستوى حكيم زياش بيعود بعد غياب، بيعود إلى المنتخب المغربي. وليد الكراكري طبعا المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي أعلن قائمة منتخب بلاده ضمت 31 لاعب لمواجهة طبعا تشيلسي وباراغواي في مباريات ودية، تشيلي وباراغواي في مباراة ودية في نهاية الشهر الحالي في أسبانيا. القائمة طبعا ضمت حكيم زياش طبعا نجم تشيلسي بعد عدوله عن اعتزاله دوليا. حضراتكم عارفين أنه يمكن حكيم زياش كان قال أنا اعتزلت دوليا نتيجة الخلافات وسوء وجهات النظر ما بينه وما بين المدير الفني السابق وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي. يعني القائمة كبيرة جدا، المنتخب المغربي بصراحة عنده قائمة كبيرة من اللعيبة المميزة جدا جدا على مستوى الهجوم. طبعا أهم الأسماء ياسين بونو طبعا حارس مرمى إشبيليا، وعندنا كمان بدر بنون، عندنا أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان، وعندنا أمير الحدادي، عبد الصمد طبعا لاعب برشلونة. الحقيقة يعني المنتخب المغربي خلال السنوات اللي فاتت عمل قاعدة من المحترفين اللي بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية بشكل كبير جدا جدا، وده بيبان يمكن خلال يعني المباريات في بطولة أفريقيا. ما بيكسبش البطولة، لكن عنده سكواد يقدر ينافس بيه على البطولة الأفريقية ويؤدي بشكل جيد جدا جدا على مستوى كأس العالم. خبر ثالث عندنا النهاردة، كانتي طبعا، كانتي لاعب وسط طبعا الفريق البلوز تشيلسي بيرفض يعني تجديد التعاقد معاه. يعني خلال الفترة الحالية هو عقد كانتي بينتهي طبعا مع تشيلسي في صيف 23، طالما ينتهي في صيف 23 من حقه التفاوض والتوقيع مع أي فريق جديد يمكن بداية من شهر يناير اللي جاي. إرادت يعني عرضت الإدارة يعني لتشيلسي على كانتي التجديد لمدة 3 سنوات مع التمديد لموسم رابع، لكن يمكن المحادثات مع الإدارة الجديدة مختلفة إلى حد كبير. يمكن بيعوض يعني على كانتي إن هو عرض عليه موسمين، يعني عقد سنتين بالإضافة إلى تمديد العقد لموسم ثالث، لكن كان وجهة نظر كانتي ان هو عايز عرض ثابت لمدة 4 سنوات، وهو مستعد ان هو يعني ينهي مسيرته الاحترافية مع البلوز. إدارة تشيلسي طبعا يعني حطت في الاعتبار السجل كانتي من خلال الإصابات، يعني هم متخوفين إلى حد ما من تقديم عقد لمدة 4 سنين نتيجة الإصابات اللي كان بيعاني بيها الفترة اللي فاتت. لسه معانا أخبار كتيرة وحاجات كتيرة النهاردة هنتعرف عليها من خلال حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. نبدأ جولتنا كالعادة في أسبانيا وجريدة ماركا الأسبانية. الجريدة اهتمت بفوز الريال طبعا، ريال مدريد 4-1 على ريال مايوركا، وكتبت هدف نظيف. الجريدة تحدثت كمان عن لقاء القمة ما بين بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وكتبت برشلونة يخيف البايرن بليمدوفسكي.
سبورت الاسبانيه كمان ركزت على المهاجم ليفاندويسكي طبعا، وكتبت ليفاندويسكي يستهدف بايرن ميونخ. حضراتكم دي مباراه مرتبطه بكره جدا، مباراه كبيره على مستوى المتابعه. حضراتكم عارفين طبعا انتقال ليفا من البايرن لبرشلونه، هيكون في مواجهه ساخنه بكره ان شاء الله في دوري الابطال. الصحيفه كمان اهتمت بفوز الريال على مايوركا 4-1، وكتبت ريال مدريد يسكت مايوركا. موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي ركزت كمان على لقاء البايرن وبرشلونة، وكتبت كابوس بايرن ميونخ، كابوس كبير جدا ومباراة مثيرة بكرة أمام برشلونة. الصحف اهتمت كتير جدا كمان بفوز الريال 4-1 على مايوركا، وكتبت ريال مدريد لا يفتقد بنزيما. لسه في أسبانيا مع إيس الأسبانية اللي سلطت الضوء على رومانيجا، وكتبت على لسانه برشلونة يصبح قوة مرة أخرى. طبعا رومينيجا طبعا من طبعا رئيس الشرفي للبايرن، وزي ما بقول لحضراتكم مباراة مرتقبة على طبعا العالم كله، مباراة كبيرة جدا في دوري الأبطال ما بين البايرن والبارسا. في فرنسا الإكيب الفرنسية ركزت على فوز موناكو على ليون 2-1، ورين على أوكزير 5-0 في الدوري الفرنسي. نروح لإيطاليا لكاسيدا ديلي سبورت الإيطالية، ركزت على تعادل اليوفنتوس 2-2، والشجار اللي دار بسبب إلغاء تقنية الفار لهدف لليوفنتوس. اليوفنتوس بيمر بحالة صعبة جدا على مستوى الدوري الإيطالي، وكمان على مستوى دوري الأبطال اليوفنتوس في يعني مستويات غير متوقعة لانطلاقة اليوفنتوس في الدوري الإيطالي. ملفات كثيرة جدا جدا هنتكلم على أكيد تاني، هنتكلم على مدربنا الجديد للنادي الأهلي كولر من خلال لقائنا مع سعيد علي. هنتكلم على المباراة المرتقبة ما بين برشلونة وريال مدريد، والجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا. عندنا ملفات كثيرة، انتظرونا بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بضيفنا النهارده ونجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. نتكلم في كل حاجه معاه، نتكلم على مديرنا الفني الجديد كولر، نتكلم معاه كمان عن الكره الاوروبيه وخاصه طبعا دوري الابطال. سعيد مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن، اهلا بيك، ودايما طبعا ببقى مبسوط مع حضرتك جدا. نورنا دايما يا سعيد. الكره العالميه بتنتظم مباريات قويه جدا على مستوى دوري الابطال، بكره كمان هنتابع معاك الدوري الالماني والدوري الاسباني والدوريات الاوروبيه. لكن قبل ما نبدا في كل ده، خلينا اخد وجهه نظرك في المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كولر. رؤيتك شفت ايه من خلال المؤتمر، البادي لانجوج بتاعته، النقاط اللي انت طلعت بيها من خلال كلامه في المؤتمر، شايف الموضوع ازاي؟ يمكن انا بشوف اختيار كولر، او خليني اقول بشكل اوضح، انا ايه يخليني كناقد او حتى كمتابع عادي اتفائل بمارتن كولر؟ ايه العوامل اللي تخليني اتفائل بهذا الرجل؟ باختصار شديد نقدر نقول انك امام خبير في كره القدم. ولما بقول خبير انا هنا مش ببالغ او بقول راي شخصي، انا هنا بوصف حاله وقائع وحقائق حاصله على الارض. مسيره تقترب من ربع قرن، 25 عام كمدير فني، في تجارب قويه جدا جدا ودوريات قويه جدا جدا، امام رجل واجه اعتى واقوى منتخبات اوروبا في اخر 5-6 سنوات كمدير فني لمنتخب النمسا، واجه المانيا، البرتغال، اسبانيا. فانت واجهت اهم مدارس خططيه في العالم واهم مدراء فنيين في كره القدم، وكنت طول الوقت بتضع خطط عشان توقف اهم النجوم وازاي تخترقهم. نجحت في مع منتخب بكل امانه هو متواضع انك تضعه في الترتيب العاشر عالميا بعد ما كان اهم انجاز في تاريخه انه 70 عالميا. فانت هنا بتتكلم حرفيا وبشكل مختصر جدا انك امام واحد من خبراء اللعبه، رجل له العديد من التجارب اللي تخليك واثق جدا جدا انك مش بتجرب، لا انت جايب رجل حكيم في كره القدم. فده سبب من مهم جدا 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 يخليني اتفائل مع هذا الرجل. بعدين مما قراته عنه ومما سمعت منه انك امام شخصيه او سمات شخصيه بتقول انك امام مدرب قوي في سمات الشخصيه، بمعنى انه أقرب إلى القيادة منه إلى المدير. ده لمسته كويس جدا في تصريحات أكتر من نجم سويسري، سواء كان هنا في مداخلات مع قناة النادي الأهلي أو مع قنوات تانية.
لمست كويس جدا الحديث عن الفرق بينه وما بين مدربين سويسريين اخرين، انه رغم انه شخص صريح ممكن هو وصف ده وقال ده ان فلسفتي تعتمد وتقوم على الصراحه، يعني ما عنديش مشكله ان لعيب بره للتشكيل خالص اقول له ان انت سيء وانت سيء في 1 2 3 وبحب المواجهه لان ده مهم جدا جدا في التحكم في غرفه اللاعبين. عايز اخد يعني كلامك، مش عايز اقطع كلامك، لكن في فرق انك تتعامل مع لاعب اوروبي ولاعب مصري مؤكد، فهل النقطه دي هيلاقي فيها صعوبات؟ هل انت شايف شخصيه الاحترافية الكاملة فيه، وده متشاف من خلال مسيرته من خلال كمان كلامه، هيتعامل مع الجزئية دي ازاي؟ لان كتير جدا بيتكلموا يعني النقطة دي هيتعامل معاها ازاي؟ هو مبدئيا هو لامس ده وقال ده، يمكن هو قال يمكن اكتر حاجة او الجديد في مسيرتي، هو دايما بيقول رسائل للناس اللي ممكن تكون قلقانة، انا مش راجل جديد يعني مش جاي اشتغل الشغلانة دي جدا، انا خبير. ولامس كويس جدا الفرق ما بين عقلية أوروبية وما بين ثقافة جديدة مختلفة أنا بتعامل معها. لكن اللي بيخليني مطمئن أيضا أن الراجل تعامل في كل المستويات، بمعنى أنه بدأ في الدرجة الثانية ثم انتقل للدوري الألماني، ثم تعامل مع مستوى احترافي أكبر، ثم وصل إلى بازل. فيخليني خليني أقول أنه مر بمنحنيات ودرجات مختلفة تعامل خلالها مع عقليات مختلفة. صحيح كلها عقليات أوروبية، لكن ما تقدرش تقول أن لعب الدرجة الثانية او لاعب الدوري السويسري زي لاعب الدوري الالماني زي لاعب منتخب يواجه، فاكيد هنا انت امام انماط مختلفه من العقليات واستراتيجيه العمل مختلفه بناء على كلام كمان ان هو بيقول لك الشغل مع المنتخبات مختلف تماما عن الشغل مع الانديه. الشغل مع الانديه انك كل يوم بتحل مشاكل، بتتعامل مع صحيح. مجموعه كبيره في من اللاعبين، في كثافه في العمل. هو عنده هذا المزيج، وهو هو هو واعي لده كويس جدا. وخلينا نقول ان هو كان مدرب سابق لبازل بوخم، يمكن نادي تجربته مع نادي بوخم في المانيا بالتحديد لما صعد من الدرجه الثانيه كان كل امنيات جمهور النادي انه يبقى في الدوري الممتاز صحيح. ولكن مع ذلك كان في المركز الثامن، وده افضل ثالث مركز في تاريخ النادي. فبالتالي ايضا تجربه ناجحه بتقول لك ان هو قادر يتعامل مع الضغط المكثف وفاهم الفوارق ما بين العمل مع المنتخبات والعمل مع الانديه. واللي يخليني مطمئن يا كابتن زي ما بقول لك برضو انه رجل عاطفي في التعامل، اللي هو يعني بيلمس مشاعر اللاعبين، ما يدور في اذهانهم في دماغهم، بيعرف يبقى صديق ليهم مقرب ليهم. يمكن ده دي نقطه مهمه جدا جدا يا سعيد، لان بيبقى في ساعات يعني في مدربين اوروبيين هو خلاص متعود على الشخصيه الاوروبيه، بيصطدم شويه بالشخصيه المصريه، فبيحصل كلاش، بيحصل صحيح تنافر لحد كبير. بالظبط هو عنده ديت، عنده الجزء اللي هو الجزء العاطفي اللي هو قادر يبقى صديق للاعب. لان هنا الفرق ما بين الاداره او المدير والقيادي او القائد، المدير بيحقق تارجت، هو بيستهدف تارجت فقط، لكن القائد بيبقى هدفه ان يستخرج افضل ما لدى كل شخص. صحيح. ودي يعني اعظم مدراء فنيين في العالم ناجحين بفعل ده، ان هو قادر طوال الوقت يخرج من كل لاعب على حده افضل ما لديه. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان يكون ده متواجد مع كولر، وتكون كل الشهادات اللي سمعناها والتقارير اللي قرناها عنه باذن الله نلاقيها حقيقه على الارض، ونشوف ده مترجم ان شاء الله باذن الله. كمان من خلال يعني معرفتي ببعض الامور، انه كمان طلب على مستوى التنظيم، طلب كل الشكل الفرقه، هو اتفرج على بعض المباريات اللي فاتت لكن طلب تفصيل شكل تفصيلي وفني للفتره صحيح. اللي فاتت كمان يمكن بكره في يعني حاجه بدنيه، قياسات بدنيه. وده مهم جدا، بيقف على القياس صحيح. البدني لكل لعيب. الجزء الثالث كمان طلب ملف بدني وصحي لكل لاعب الفترات صحيح. اللي فاتت، والطبيعي كمان الفترة اللي جاية احنا ارتباطاتنا ايه ومواعيدنا ايه. فواضح جدا انه بيحط الخريطة كلها قدامه عشان هو كمان كابتن. خلينا اقول ان هو عنده رفاهية، وانا بأسف جدا ان بقول ان الحاجة العادية اللي متواجدة في كل في مكان في العالم اصبحت لدى نادي الاهلي حاليا رفاهية، انك عندك مساحة تعمل مرحلة اعداد، انك لاول مره من سنين طويله جدا النادي الاهلي عنده القدره انه يعمل قياسات بدنيه ويشوف لعيبته حالتها عامله ازاي، وبعدها يبدا يشتغل عليها ويعمل فتره اعداد ويعمل مباريات وديه. فانا باسف جدا ان انا بقول دي رفاهيه، لان احنا بقالنا سنين طويله النادي الاهلي محروم من ده تماما، ودي من ضمن كل المدربين في الثلاث سنين الاخيره بالتحديد. فده بيخليني برضو بعد عوامل التفائلي مع كولر، انه عنده المساحه دي انه يعمل فتره اعداد جيده، انه يتم بناء الفريق من جديد. معظم اللاعبين والعناصر المهمه جدا جدا في الفريق حصلت على فتره كافيه من الراحه، وهنا بقول وباكد ان الصفقه الاهم للنادي الاهلي هذا الموسم هو حصول كل نجوم الفريق على فتره راحه. هذه هي الصفقه الحقيقيه للنادي الاهلي. انا
وانا بدور طوال الوقت على الاسماء اللي ممكن تدعم نادي الاهلي هذا الموسم في الميركاتو حقيقه كابتن هاني، وانا لا ابالغ حقيقي، معظم لاعبي الاهلي في مراكزهم هم الافضل داخل افريقيا، وانا متاكد وعلى يقين كامل من ده، ومتاكد ان عوده كل واحد فيهم لمستواه الطبيعي وحالته البدنيه الطبيعيه دي افضل صفقه تحصل للنادي الاهلي. ده اللي كنت بتكلم عليه سعيد، ان احنا ان النادي الاهلي ما بياخدش قرارات وسط الدوشه وسط الزحمه وسط الازمه، زي قرارات عاطفيه أزمة. لان القرارات اللي بتخرج وقت الازمه بتبقى قرارات متسرعه، ممكن ما تكونش قرارات محسوبه هي. صحيح. وده اللي محسوب كمان لاداره النادي الاهلي، ان صخب السوشيال ميديا الكبير قوي والدفع والضغط على الاداره، فين المدرب، فين المدير الفني، فين الصفقات، النادي الاهلي اتعامل معاه بكل هدوء بكل احترافيه. صحيح. وزي انا 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 بتفق معاك تماما، بالرغم في بعض المراكز اللي بتحتاج، اكيد كل العالم عنده نواقص. صحيح. لكن الثوابت بالكم اللي كان. صحيح. الناس بتتكلم عليه يعني. صحيح. الناس كانت بتتكلم على 11 و12 لعيب. لا طبعا، لكن مع عوده اللعيبه اللي احنا يعني عندنا ثقة فيها كبيرة جداً. وعملوا بطولات خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كبيرة جدا، أكيد الصفقات هتكون، وده المطلوب، الأماكن اللي أنت شايف فيها نواقص. صحيح. لازم تكون موجودة. صحيح صحيح. علشان كده أنا متفائل جدا بأن الراحة اللي حصلت دي هترجع لنا محمد شريف أفضل هداف في أفريقيا وأفضل مهاجم في أفريقيا، هترجع لنا محمد مجدي قفشة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا، هترجع لنا حمدي فتحي أفضل ديفندر في أفريقيا، هترجع لنا كل اللاعبين. بالظبط بالظبط. عشان كده أنا فعلا لما باجي أبص على تدعيمات ببص لها بالمنظور ده، انا حقيقي عندي امتلك افضل ادوات داخل القاره، وعندي افضل لاعبين داخل القاره، والمساحه بينهم وبين منافسيهم كبيره، ومتاكد مع الراحه اللي حصلوا عليها ومع مدير فني جديد باستراتيجيات وافكار جديده وفتره الاعداد اللي حصلت زي ما انت قلت حضرتك، مع سد نواقص ببعض التدعيمات اللي حاصله والاضافات، لان مهم قوي يبقى في عمق في القائمه وفي كثافه كبيره وفي قدره على ان انت تعمل تدوير عشان تريح لعيبتك ما يتعرضوش لضغط السنين اللي فاتت. وعدم مشاركتنا في كاس العالم للانديه هذا الموسم هتبقى نقطه تحول لصالحنا، لان احنا عانينا ان احنا طوال الوقت مش لاقيين وقت، احنا بنلعب كاس عالم ونرجع نلعب بعدها ب 48 ساعه كم من المؤجلات ولاعبتنا منهاره، فده ايضا هيخلي الفرقه في افضل حالاتها، وهيخلي كل فرد على حده زي ما قلت هيطلع افضل من دي. وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيرجع يتغنى هذا الموسم بكل النجوم وكل اللاعبين اللي كانوا على مدار سنين ان شاء الله. انا بزود على كلامك كمان ان عمليه انتقاء اللاعبين وانتقالات اللاعبين والصفقات ما بتتمش زي ما بقول في وقت الازمات بس، دي منظومه لازم اكيد موجوده في النادي الاهلي، لان كمان بتبص للاهلي السنه دي او الموسم ده كمان لازم يكون التخطيط على مستوى الثلاث سنين اللي جايين او الاربع سنين اللي جايين. كل فريق في اوروبا بيشتغل بهذا المنظومه، عنده كذا بند وعنده كذا لائحه حاططها قدامه، خريطه قدامه، ان الفريق الموسم ده عندي العناصر بتاعته، مش بس كده، لا ده كمان الموسم اللي بعديه بيبني على الموسم. صحيح. اللي بعديه، يعني خلال الاربع سنين بيكون النادي بيكون عنده خريطه للعيبه اللي تحتاج تدعيم للفريق، ازاي الفريق يستمر في حصد البطولات والمنافسات الكبيره اللي بيخشها، كمان ده على مستوى الصفقات، كمان على مستوى قطاع الناشئين لازم ده كمان يكون في الحسبان بشكل كبير جدا، ان اللعيبه على مستوى قطاع الناشئين لازم تكون بعقليه احترافيه كامله، لازم ده يوصل لهم وهم بيتمرنوا في قطاعات الناشئين، لازم قطاع الناشئين يكون مربوط بشكل واضح وصريح مع الفريق الاول. احتياجاتنا مش سنه بقى 23، لا، احتياجات النادي الاهلي سنه 24 ايه 25 ايه خلال الاربع سنين الجايين، محتاجين راس حربه، نبدا نبني من دلوقتي الولد اللي عنده 13 14 سنه، نبني راس حربه بشكل كويس يكون داعم للنادي الاهلي. هو ده الشغل ان شاء الله يكون موجود، والشغل الاحترافي، انك مش وقت الازمه بس، لا ده احنا محتاجين لعيب دلوقتي فنجري نجيب اي حد، ده مش مطلوب ومش ده النادي الاهلي. فان شاء الله الفتره اللي جايه انا متفائل، انا وسعيد وكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هيكون موسم قوي جدا وعوده الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي. حديثنا لسه طويل، هنخش على الكره العالميه، دوري ابطال اوروبا بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. قبل ما نخش على مباريات الجوله الثانيه في دوري الابطال، مباراه قويه جدا، اعرف برضو رايك في مجمل الجوله الاولى من دور المجموعات، شفت ايه؟ في مفاجات بالنسبه لك؟ تتوقع ايه الجوله اللي جايه؟ هو المفاجاه الحقيقه ان ليفربول بدا بشكل أسوأ مما نتوقع، يعني وأسوأ مما يتخيل اي متشائم. يعني مباراه نابولي كانت كارثيه بدرجه غير عاديه، لدرجه ان
كلوب نفسه بيقول ان خصمنا اللي جاي ولفرهامبتون لو اتفرج على الماتش هيضحك علينا كتير. يعني الفرقه يعني كان وضعها سيء، وانا بقول 4-1 كان يعني كانت نتيجه فيها رأفه من ربنا اولا، ثم من استهتار لاعبي نابولي. كانوا قادرين يخرجوا من المباراه دي 7-8. شفنا ليفربول في أسوأ حالاته على الاطلاق، يمكن يعني ليفربول يمكن لما خسر قدام استون فيلا 7 ما كانش بالسوء ده. فالحقيقه مفاجاه كبيره جدا، واستمرار لتراجع اداء ليفربول ومنظومه ليفربول اللي احنا بنشوفها بتعاني كتير، وان فعليا كان لازم يكون في انتدابات او صفقات مهمه في المراكز اللي حصل فيها مشاكل زي وسط الملعب بالتحديد. يمكن كلوب نفسه اعترف مؤخرا، طب انت ليه بتعاند الى هذه الدرجه؟ انا شايف ان ليفربول تاخر كثيرا في انه يضم صفقات في على الاقل في مركز وسط الملعب، وللاسف الشديد ده جاي في وقت محمد صلاح بيعيش فيه فتره كويسه جدا. يعني يمكن انا كنت هناقش معاك ده سعيد، لان الناس برضو بتتكلم، ويمكن اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على موضوع محمد صلاح، التراجع في المستوى، هل في مستوى الشخص محمد صلاح هل التراجع لليفربول كفريق بيأثر على صلاح؟ هل ساديو ماني فعلا كان جزء كبير جدا جدا من تألق محمد صلاح مع ليفربول؟ هنتابع ده مع طبعا نجمنا النهارده سعيد، لكن تعالوا مع بعض نشوف فيديو جراف عن الترانسفير ماركت في الصيف على مستوى القارات. طبعا الميركاتو الصيفي طبعا ارقام كبيره جدا جدا، طبعا كل اوروبا هي طبعا بتستحوذ او هي اكثر انفاقا على مستوى العالم كله. ده عايز اخده ونروح بيه على الدوري الابطال. تمام، عايز ابدا معاك. طبعا دوري الابطال في مباراه مرتقبه ما بين طبعا برشلونه وبايرن ميونخ. هل مع وجود طبعا ليفاندوفسكي مع طبعا مع صحوه تشافي وطبعا يعني ذكريات الثمانيه للبايرن، شايف المباراه دي ازاي مع تالق الفتره الاخيره بشكل كبير جدا برشلونه على مستوى الليجا وعلى مستوى كمان دوري الابطال، مع التاخر الاخير بالنسبه للبايرن والتعادل 2-2 في البوندسليغا؟ صحيح، يمكن انا بشوف مباراه بايرن وبرشلونه من خلال تصريح مولر ستكون مباراة ممتعة جدا للجمهور المحايد، بمعنى ان احنا هنكون امام متنافسين عندهم قوة هجومية كبيرة جدا، عندهم رغبة في المكسب، هنشوف الاثنين بيطلعوا لقدام بيلعبوا بضغط عالي، رغبة عند كلا الطرفين في الاستحواذ على الكرة، رغبة في التسجيل. فاحنا قدام ماتش كابتن ربما ياخدنا 3-3 4-2 3-2 ياخدنا لماتش كبير جدا جدا. برشلونه بيعيش واحده من افضل فتراته في السنين الاخيره، بدايه شبه مثاليه بعد التعثر الاول في الليجا ثم 4 مكاسب متتاليه، اقوى دفاع في البطوله، فريق بيسجل كل مباراه بمعدل عالي جدا جدا، على مستوى الافراد اللاعبين او معظم اللاعبين في حاله عاليه جدا جدا، خاصه حاله ليفاندوفسكي اللي واضح انه جاي. عايز اكلمك عن ليفا بس خلينا نشوف كمان مع حضراتكم يمكن مباريات الجوله الثانيه اللي هتبدا ان شاء الله بكره ويوم الاربع، مباريات قويه جدا جدا وهنربطها معاك بالنتائج كمان. صحيح، طبعا سبورتنج هيلاعب توتنهام، فيكتوريا بيلزن هيلاعب الانتر، ليفربول مع مباراه كبيره جدا ايام الاياكس، باير ليفركوزن امام اتلتيكو مدريد، البايرن امام برشلونه، مارسيليا امام فرانكفورت الالماني، بورتو امام كلوب بروج، دي الجوله يمكن بكره، الميلان امام زاجريب، شختار امام سيلتيك، تشيلسي امام ريد بول، المان سيتي امام بروسيا دورتموند برضو مباراه كبيره جدا جدا، واليوفي امام بنفيكا، مباريات قويه جدا. هل طبعا النتائج كمان الجوله الاولى هتتحكم شويه في طريقه المدربين، في الحذر ببعض الفرق، لان في بعض يعني في فرق كتير
خسرت الجولة الأولى، فبيهمها طبعا تعوض في الجولة الثانية. خلينا الأول مع مباراة زي ما بتكلم معاك ليفا ليفاندوفسكي وتأثيره الكبير جدا 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 مع برشلونة. على الجانب الآخر وجود ساديو ماني كراس حربة، يعني بعض التقارير بتقول مش هي دي طموحات بايرن ميونخ، ومش ساديو ماني هو البديل يعني البديل الامثل لليفا. صحيح. طيب في البدايه خلينا نقول على اثر ليفا في برشلونه. طبعا هو اثر كبير لانه لاعب قدر ينقل في وقت قصير جدا طموحه وتجربته للمجموعه حواليه. يعني احنا شفنا ازاي هو قادر يلعب دور قيادي من خلال توجيه زمايله، يمكن بعض التقارير رصدت ازاي هو بيوجه زمايله في الملعب، ازاي هو بيطلب منهم يتحركوا بطريقه معينه، انهم يتصرفوا بطريقه معينه، وكمان ان لاعب في سن 34 سنه بيبذل كل هذا الجهد وانه جايب اهداف انه عايز ينافس على الحذاء الذهبي والكره الذهبيه، فمعناه ان هو عنده طموح كبير جدا جدا بينقله للمجموعه، وكمان ترجم ده ان هو بيسهم في 11 هدف في خلال 6 مباريات، فده رقم بدايه ولا اروع وبدايه مثاليه جدا. كمان ليفا تشعر ان الكره برضو بتحبه وعايزاه، لانه اللي بيبذل طول الوقت بيلاقيها في اهداف انت بتشوفها او البعض بيصورها على انها سهله زي اهداف هالاند، لكن هو فعليا ده ذكاء ووعي وخبرات وتراكمات كتيره جدا بتترجم له الافكار اللي بتحطه في المواقف دي. فهو طبعا اضافه كبيره نقلها لبرشلونه، ومع التكتيك الخاص بتشافي وان الفرقه بتلعب بشكل جميل جدا مخلي ليفا كمان قادر ينتج. وكمان خلينا اقول ان قائمه برشلونه اصبحت فيها عناصر كتير قادر ان انت تعمل التدوير، شفنا ازاي بيريح عدد كبير من اللاعبين وبرضه بيكسب. التبديلات خلال الماتشات لو الامور تعقدت بعض الشيء عندك اكتر من حل وعندك اكتر من فكره، فاصبح الفريق قوي جدا. وكمان طفره ديمبلي بصراحه هو الصفقه الاقوى في برشلونه، كمان حاجه ولا اروع، بيعمل كل شيء في الكوره بيسر كبير جدا، لدرجه ان تشافي حاليا بيوصفه بنيمار. في كل العوامل دي ساعدت ليفا ايضا في انه بياخد برشلونه للمنطقه دي. طب وجود ليفا كمهاجم سابق للبايرن ده فرصه لمدافع البايرن ولا دي ميزه لليفا انه عارف طريقه البايرن بشكل او باخر؟ شايف دي ازاي؟ هو انا اعتقد ان مفيش مدافع في العالم يتمنى مواجهه ليفاندوفسكي، لانه راجل ذكي جدا وانت اصعب نوع من المهاجمين اللي انت هتواجهه. طبعا قائمه برشلونه في اللقاء بكره طبعا قائمه كامله. لا مفيش غيابات، الفرقه كامله جدا وفي افضل حالاتها، فبالتالي انا بقول ان مفيش مدافعي البايرن بالتاكيد ما يحبوش ان هم يواجهوا ليفا، خاصه في حاله الانتشاء اللي هو بيعيشها. صحيح. وحاله التوفيق الكبيره اللي بيعيشها وحاله التوفيق اللي بيعيشها زمايله والحاله الفنيه العاليه جدا لبرشلونه، فاعتقد ان ليفا هيبقى ليه الافضليه وكمان دوافعه وحوافزه في ظل الشكوك اللي بدات تدخل في معسكر بايرن ميونخ. النهارده بيلد بتتكلم عن ان لاعبي بايرن ميونخ متضايقين من تصريحات ناجلزمان انه مش بيتحمل انه ما حملش نفسه جزء من مسؤوليه السقوط الاخير امام شتوتغارت، وما عجبهمش حديثه في المؤتمر الصحفي ان هو بيحمل اللاعبين، فاللاعبين متضايقين. فلما يحصل النوع ده من الارتباك والخلل داخل غرفه الملابس اكيد بيبقى ليه اثر سلبي على اللاعبين. ايضا تقارير كتير اتكلمت على احتماليه ان برشلونه ان بايرن ميونخ اداره بايرن ميونخ تقيل ناجلزمان، فدي ايضا لما يكون اللاعب بيلعب مع مدرب هو مش عارف مكمل ولا لا، فده ايضا بيخلق نوع من المشاكل. فاعتقد ان بايرن مش في افضل حالاته، لكنها فرصه للفريق وفرصه لناجلزمان قدام خصم قوي لبرشلونه انه يؤكد ان الفريق لسه قادر وان الفريق قادر يعود بعد الثلاث عدوات. المباراه امام شتوتغارت 2-2 وشتوتغارت يمكن احرز الهدف في الوقت القاتل، وكان بس كان قريب للتعادل من بدري، يعني قريب. لكن خلينا نتكلم، هل ما كانش عامل حساباته كان بيفكر في مباراه برشلونه؟ يعني ساديو ماني ما لعبش المباراه يمكن اخر دقيقتين من المباراه او اخر 10 دقائق. أيوه أيوه كان في تدوير في التشكيل، هل كان تفكيره الاكبر لمباراه برشلونه؟ صحيح. وده جه على طبعا على صحيح حسن. بيفكر في برشلونه بالتاكيد وكان عينه على مباراه برشلونه، وخاصه ان المباراه برشلونه وبايرن ميونخ في السنوات الاخيره بتحمل معاني كتير جدا، وفكره ان بايرن بيتفوق بارقام كبيره، فده بيخلي الاهتمام الاعلامي اكبر او حاله المتابعه اكبر. وجود ليفاندوفسكي وعودته للأليانز أرينا مرة تانية، فده أيضا بيخلي أو بيضفي أهمية أكبر على المباراة. فأعتقد أنه ناجلزمان بيدفع دفع أمام شتوتغارت ضريبة أنه اهتم بمباراة برشلونة أكتر، لكن مازال ناجلزمان عنده مشاكل خططية، يعني مازال عنده مشاكل في التكتيك، مازال مش قادر يتوصل لأفضل صيغة وأفضل طريقة تناسب بايرن ميونخ وشخصيته وتناسب المجموعة الحالية من اللاعبين. وأعتقد أن البداية المهزوزة دي يمكن ما ساعدتش ساديو ماني بانه يكون ليه الاثر الاكبر. صحيح. او جعلت البعض يقول انه مش قادر يعوض ليفا، لان ده غير عادل. من غير العادل انك تقيم
ماني مع بايرن ميونخ في هذه الفترة المهزوزة وفي الوقت الضيق بتجربة سنوات طويلة جدا جدا ومراحل استقرار كبيرة عاشها ليفاندوفسكي مع بايرن. وبعدين بتقيسه في مركز رقم 9 بعد ليفا، ومع ان برضه ساديو ماني هو لا هو قادر يعملها، هو لكن قادر يعملها، بس شايف مش هو مش 9. انا شايف انه محتاج بس المنظومة تعود، منظومة البايرن الحقيقية، ويحصل بعض الاستقرار وهو كمان ينسجم أكتر مع هذه المجموعة من اللاعبين. أعتقد إن ساديو ماني قادر ينجح، وهو فعليا رقميا مش سلبي، لا هو أرقامه على المرمى كويسة وبيسجل وليه دور مهم مع الفريق في البداية، لكن هي بس إن النتائج مهزوزة فبتخليك تشوف الأسوأ أكتر ما بتشوف الحاجات الإيجابية. طيب قبل ما نروح لليفر مع أياكس، تتوقع نتيجة برشلونة وبايرن كام بكرة؟ أتوقع 2-2 أو 3-2. 2-2 2-2 او 3-2 برشلونه، او 3-2 لبرشلونه. طيب ده توقع طبعا النهارده نجمنا سعيد علي بفوز برشلونه او التعادل، هنشوف بكره، لان المباراه انا في اعتقادي مباراه لا تحتمل يعني القسمه على 2 بالنسبه للبايرن. ها لازم تقول رقم برضه. انا اقول رقم؟ انا اصلا انا بحب، انا اصلا كتالوني وبعشق البايرن، اكيد انا بقول بكره النتيجه 1-1. تمام طيب كده. هنطلع الفاصل سريع ونرجع نشوف بقى محمد صلاح ليفربول هيعمل ايه مع اياكس بكره. اهلا بحضراتكم مره تانية، نروح للمباراه كلنا كمان مستنيين مباراه ليفربول مع اياكس. هل محمد صلاح في تراجع في مستواه؟ هل مستوى ليفربول الجماعي مؤثر على محمد صلاح؟ هل خروج ساديو ماني من التشكيلة ومن ليفربول مأثر بشكل كبير؟ أسئلة كتيرة جدا جدا يا سعيد يعني بتتقال خلال الفترة اللي فاتت عن مستوى ليفربول بداية مع البريمير ليج، وحتى في طبعا وهزيمته اللي انت اتكلمت عليها أمام نابولي 4-1. صحيح. أنا بس يا كابتن في البداية عايز أفرق ما بين حاجتين. إحنا قدام ليفربول في مسارين، ليفربول الطوارئ وليفربول العادة أو الاعتيادي. هل النسخة اللي احنا شاهدناها من ليفربول في انطلاقة هذا الموسم هي النسخة أو في ظروف عادية ولا ظروف طوارئ؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بدأ الموسم في الظروف اللي بدأ فيها الجميع بشكل عادي ولا كان عنده مشاكل؟ لا كان عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا، وعشان كده أنا بقول هو فترة طوارئ أو فترة مشاكل. ليه بداياته؟ كلمني عن المشاكل، لأن أنا بالنسبة لي بداياته كان في طبعا سيتي. في كاس سيتي. سيتي وكان هو أكتر من رائع. هو الناس اختصرتها في مان سيتي، لأن مان سيتي كان ليه عوامل، وانا كنت بحضرتك هنا ويمكن قلت ده، لان سيدي كان عنده تقريبا 5 عناصر مهمه جدا ما حضرتش معاه فتره الاعداد في امريكا، لان كان عندها مشاكل في التاشيره بسبب كورونا، فما حضرتش فتره الاعداد بالاساس، فالفريق كان ناقص وكان ناقص بدنيا مانشستر سيتي. فهنا يعني هو استغل الظروف وعدم مشاكل ايه ليفربول. انما مشاكل ليفربول انه احنا بدا الموسم في غيابات مهمه جدا جدا، وخاصه تياجو الكنتارا. تياجو الكنتارا هو الفارق الوحيد بين ليفربول الموسم الماضي والسنوات الماضيه، اللاعب اللي عمل نقله كبيره جدا، لانه العنصر الوحيد في المركز ده اللي عنده القدره على الابتكار وانه يقدم حلول خلاقه، اللي هو بيعمل الحاجه الغير متوقعه. طيب كمان اصيب جنبه هندرسون، فانت مفيش ظروف اسوا من كده انك بتفقد الاثنين المحاور وتلجا الى اسوا اختيارات. اسوا اختيارات ميلنر. اللي هي ميلنر 37 او 38 سنه، واليوت لاعب شاب صغير جدا ما عندوش التجارب ما عندوش الخبرات، فتمركزهم عمليه الضغط اللي بيقوموا بيها الربط اللي بيحصل مش قادرين بالمره. فعايز اقول هنا ان اللي حصل لليفربول ده هو ظرف طارئ، لكن مع عوده تياجو الكنتارا وهندرسون الفريق هيستعيد كتير من اللعب. لكن هل نقول ليفربول هنا هيبقى في 10 حالات ولا او هيبقى المنافس القوي بتاع الموسم الماضي؟ لا، ما زال عنده مشاكل برضو، لان الطوارئ دي هترجع تاني. ليه؟ لان هتحصل لك اصابات تاني، ما انت لازم يبقى عندك قدره على التكيف والتعامل مع الاصابات. هنا بقول ان المشكله الحقيقيه لليفربول انه ما عملش تدعيمات جيده. انت النهارده عارف ان في مشكله واضحه قوي اهي في نص الملعب، ليه ما ساعدتش من بدري انك تضم صفقه كبيره؟ ليفربول راح قدم عرض كبير او تفاوض وكان عنده الاستعداد انه يضم كيليان امبابي هذا الصيف، وما راحش يلعب وسط ملعب. اذا كان انت مشكلتك مش ماديه على فكره، يورجن كلوب اتسال في النقطه دي وقال احنا مش محتاجين قوي لعيب وسط ملعب، انا عندي اكتر من 7 لعيبه في وسط الملعب، لكن ثم رجع واعتذر. يعني هو رجع بعدها وقال انا كنت غلطان بسبب الاصابات، لكن لما على ارض الملعب طبعا عنده مشكله كبيره واضحه جدا في وسط الملعب. طيب الثلاثي الامامي نونيز، بتتكلم على فيرمينيو صلاح فيرمينيو ودياز لويس دياز، دول الثلاثه الامثل بالنسبه لك ولا ممكن يكون في تغيير في البوزيشن؟
طيب انا يمكن انا عايز اقول ان المشكله عند الثلاثي مش الثلاثي، المشكله عند المنظومه عموما. المنظومه تاثرت بنص الملعب، ضيف ليها ان ليفربول افتقد اهم ورقتين هجوميتين هذا الموسم وهم ارنولد وروبرتسون اللي مش موجودين. وهنا بنقول ان المشكله عامه، في مشكله اكبر عند الفريق لما حصل هذا التراجع بسبب الغيابات اللي حصلت، وحصلت هزه في النتائج، حصلت هزه وشكوك داخل اللاعبين انفسهم. فهنا حصل عمليه ايه يعني، حاله لا تركيز مسيطره على الكل. فهنا تلاقي فان دايك افضل مدافع العالم مش موجود، ارنولد افضل ظهير في العالم مش الحاله موجود. دي واصله لمحمد صلاح. فالحاله دي بدات تاثر على الثلاثي. فانا اقدر اقول ان هي الموضوع ملوش علاقه بصلاح وحده او نونز لوحده او اي حد تقيمه بشكل فرد، لا هي المنظومه بتمر بحاله لا تركيز. هنا الحاله الذهنيه ازاي استعيد تركيز المجموعه مره ثانيه. انا عايز اسالك سؤال، هل كان من الخطا خروج ساديو ماني في الظروف ديت او في الظرف ده من ليفربول؟ السؤال ده اتسال ليوجن كلوب، بس عايز اسمع اجابتك الاول. بالتاكيد خطا كبير جدا. لما نيجي نتكلم عن الاثر الفني، خروج ساديو ماني امر كارثي لليفربول، لان ساديو ماني قيمه لا تقل ابدا عن محمد صلاح. يعني ساديو ماني ومحمد صلاح هي القيمه الاهم في الفريق، واثر مع محمد صلاح وهياثر اكتر مع محمد صلاح، لان ساديو ماني فعليا كان بياخد جزء كبير جدا من اهتمام الخصوم، وبيبذل جهد بدني كبير خاصه في عمليه التطوير. يمكن احنا بنشوف لويس دياز دلوقتي فعال اكتر على المرمى، لكنه لا يسهم بشكل كبير في ادوار التطوير، ان هو فكره ان هو بينزل تحت شويه وبيساعد الفريق ان هو يخرج بالكوره وان هو يقدر يراوغ من تحت ويبقى مفتاح لعب، ده اللي كان بيقوم بيه حرفيا وفعليا ساديو ماني. فكان بيفرق مع محمد صلاح، فده فارق جدا جدا مع صلاح. طب ده كان قرار اداره ولا قرار مدير فني؟ لان يوجن كلوب لما اتسال عن خروج ساديو ماني قال الحقيقه ان احنا مش قادرين نعوض ساديو ماني لغايه دلوقتي، واحنا في طريقنا لتطوير انفسنا للخروج من هذا المازق. يعني انت شايف، هل اعتقد ان هو قرار مشترك ما بين الاطراف الثلاثه، سواء جهاز فني او ساديو ماني نفسه والاداره. ربما هي تراءت ان خلاص ما ينفعش صلاح وساديو ماني، يعني هو مشروعنا هيكمل بصلاح النجم الاوحد، لان ممكن فكره التنافسيه رغم انها فاتت الفرقه لكن وصلت الى مرحله ما بقى في تراشق او تبادل تصريحات. ده كان سبب تعاقد محمد صلاح بقيمه اعلى، فكان ساديو ماني كان مقدموش نفس العرض، فبالتالي مشي يعني. فبالتالي مشي. لكن انا اعتقد ان ليفربول ما كانش متحسب لهذه اللحظه، وان ما ينفعش تعول على لويس دياز فقط، لان تراجع المنظومه. انا كنت بقول طول الوقت كان ثلاث حاجات بتشيل ليفربول طوال الوقت، يعني طول الفرقه ممكن تكون في اسوء حالاتها الموسم الماضي. وبالمناسبه ليفربول الموسم الماضي في تقريبا 15 جوله حتى نهايه البريمير ليج كان بيبقى سيء ويكسب، يعني السوء ظهر دلوقتي لان النتائج والتوفيق غاب عنه. كان بيكسب ازاي ليفربول في الفترات دي؟ عمل فردي استثنائي مش سهل بيقوم بيه ساديو ماني، او عمل فردي استثنائي برضه لمحمد صلاح، او كرات ثابته ضربات ركنيه. يعني انت بتحل بحلول مش لعب منظم، مش مجموعه بتخترق وبتقوم بادوار مهمه فبتقدر توصل. لا هو انت محتاج صلاح يعمل حاجه مش عاديه او ماني يعمل حاجه مش عاديه. بس في ماتشات كتير قوي يا سعيد كان الحاله الفنيه للفريق ككل هي اللي بتقوم بها بالشكل الجميل اللي كنا بنستمتع بيه. يوجن كلوب كمان يتسال انت الان من البدايه ديت خاصه على مستوى البريمير ليج او على مستوى دوري الابطال، الراجل قال انا مش قلقان، يعني احنا بس قلقان. هو بين اكيد هو قلقان، هو يعني في موقف صعب جدا، لكن وحتى سالوه انت مش خايف من الاقاله؟ فقال لك لا، اداره ليفربول لا اهدى شويه بعد اقاله توخيل. صحيح. لا في اسوء النتائج ليفربول مستحيل تحصل اقاله ليورجن كلوب هذا الموسم مهما ساءت النتائج، يعني مهما تدهورت النتائج ومهما ساءت كلوب مكمل هذا الموسم لنهايه هذا الموسم مع الفريق، لان هم مدركين فعليا ان في مشاكل في قائمه اللاعبين، ان القائمه ناقصه. ربما هم اخطاوا في التقدير ده، كلوب اخطا في التقدير ده، لكن في النهايه هي المشكله، الازمه مش في افكار كلوب. طب انت شايف طبعا لسه احنا في الجوله الخامسه من البريمير ليج، ليفربول راجع هيرجع وهيرجع قوي وهيبقى موجود، يعني هو مرهون اكتر بحاله الخصوم، لكن على الاقل انا شايف ليفربول هيبقى منافس قوي لتوتنهام ومانشستر سيتي، وده الثلاثي اللي هيكمل في صراع البريمير ليج. يمكن انا تين هاج بدا يصدر للعيبه في مانشستر يونايتد وقال لهم في غرفه الملابس بعد الفوز على ارسنال ان مش ده الفريق اللي يستحق ان يكون في صداره البريمير ليج، وان احنا اللي نستحق نكون في الصداره. لكن انا شاعر انه هو بيقول كده عشان يرفع
حوافزهم ودوافعهم، لكنه مدرك ان الموضوع صعب. انا بشوف ان مانشستر يونايتد الموضوع صعب ان هو يكون بطل البريمير ليج هذا الموسم، لكن النوع ده من الحديث والتصريحات بيستخدمه مدربين كبار جدا علشان يرفعوا حوافزهم ودوافع اللاعبين. طيب قبل ما نروح لمان سيتي ومباراته طبعا امام دورتموند، برضو مباراه كبيره، يعني اخر حاجه بالنسبه لليفربول، نونيز راس الحربه ده، هل هو صفقة رابحة بهذا الرقم الكبير بالنسبة للترانسفير اللي عمله ليفربول؟ هل هو قادر على مساعدة خط الهجوم؟ هل في تنسيق واضح ما بينه وبين محمد صلاح؟ شايف راس الحربة ازاي في ليفربول؟ صحيح، أنا بشوف نونز كقدرات فردية وكلاعب فردي هو لاعب هل جدا ورائع جدا، وعنده قدرات تخليه هداف وأحد المتنافسين على لقب هداف البريمير ليج إذا ساعدته المنظومة، لكن لسوء حظه ولسوء حظ ليفربول هو وصل في وقت تراجع المنظومه ووقت تراجع الافراد على المستوى الفردي بشكل كبير جدا، فده ما ساعدوش. انا بشوف حتى نونز صلاح بيتعاون معاه بشكل اكبر من اي لاعب اخر، وصلاح ساعده في البدايه ان هو يقدم بدايه قويه وفعليا، لكن سلوكياته البدايه كانت سيئه في حاله الطرد اللي من لا شيء خد طرد فابتعد عن المباريات 3 مباريات متتاليه في انطلاقه البطوله، فدي ابعدته، لان مهم قوي قوي الاستمراريه. لكن اللي بيقول لك ان كلوب مؤمن جدا جدا بيه ان بعد ال3 مباريات رجع لعب من اول مباراه، رغم ان فيرمينيو كان هو نجم ال3 جولات اللي قبلها. صحيح. يعني فيرمينيو كان هو الراجل اللي ابهر الجميع جدا، خاصه في ماتش 9-0 امام بورنموث، ومع ذلك من اول لحظه رجع لعب نونز، ان هو ده بيقول لك ان كلوب فعلا مؤمن بيه، وانا شايف ان نونز جاي وهيبقى مهاجم فعال جدا، ولكنه بيتقاسم وحاليا لويس دياز ايضا بيتقاسم مع صلاح الفرص، عكس ما كان بيحصل في السنوات الماضيه ان كان كلوب كان بيركز احنا ازاي في نهايه الموضوع نحط صلاح يفنش الموضوع. صحيح. طيب لو اتكلمنا انت نونز وبتقول ان هو هيكون من هدافي البريمير ليج، لازم نتكلم على المان سيتي، ولو اتكلمنا عن المان سيتي اكيد هنتكلم على هالاند. صحيح. بدايات قويه جدا، ارقام رهيبه على مستوى البريمير ليج، على مستوى دوري الابطال، مباراه قويه امام نادي القديم بيلعب امام دورتموند. شايف كمان السيتي ودورتموند مباراه راحه ازاي، وخاصه اللي طبعا المهاجم هالاند؟ يعني طبعا احنا مانشستر سيتي بادئ بشكل كويس وشكل ممتاز جدا هجوميا، مع بعض المشاكل الدفاعيه اللي لسه حاصله واللي لسه بيعاني منها، خاصه امام الانديه اللي عندها قدره على التحول السريع، ده ظهر في اكتر من مباراه واستقبل السيتي اكتر من مباراه، ويمكن تعادل مباراتين بسبب المشاكل الدفاعيه دي. لكن الفريق على مستوى المجموعه بادئ كويس جدا. لاحظت وشفت في بدايه هذا الموسم في مرحله الاعداد يا كابتن ان دي بروين فايق جدا، الحاله البدنيه اللي عاليه جدا، خاسس قوي قوي قوي، واضح ان هو مركز ان انا عايز اصل في نوفمبر المقبل في كاس العالم بحاله هي افضل حالاتي عشان عايز اعمل حاجه، فواضح انه مركز، ففارق جدا مع الفريق. اضافه هالاند اضافه غير عاديه، انك افتقدت فعليا الحاجه اللي كانت ناقصه مانشستر سيتي في السنوات الماضيه. الميزه الاهم في هالاند ان احنا مش بس قدام لاعب عنده امكانيات عاليه، لان احنا قدام نونز لاعب عنده امكانيات عاليه جدا، لكن المختلف في هالاند هو الفارق ما بين العقليه الاوروبيه اللي فعليا بيمثلها هالاند والعقليه اللاتينيه اللي بيمثلها نونز. تشوف ده من تصريحات هالاند، ردوده على الاعلام النهارده، قالت له تصريح مهم جدا وهو بيسال عن انت عايز تبقى افضل لاعب في العالم، فقال لهم بالتاكيد ان اي حد عايز يبقى افضل لاعب في العالم، لكن انا فعليا في هذا التوقيت مش مركز ان انا افضل لاعب في العالم، انا مركز ان انا كل يوم اعمل حاجه افضل من اليوم اللي قبله، ان انا اضيف لنفسي جديد، انا باصص دلوقتي انا هعمل ايه، مش مركز قدام. ويمكن ده اللي طول الوقت بيب جوارديولا بيتكلم عنه لما يوصل عن البطوله، يقول لهم انا لو ما اشتغلتش للمباراه دي كويس مش هعرف ابقى في مايو المقبل في نهايه او قبل نهايه الابطال، او بلعب نهائيات البطولات او بنافس على البريمير ليج، فانا بمشي الموضوع انا يهمني الخصم بتاع بكره دورتموند، ثم يهمني دي العقليه طول الوقت جوارديولا بيتكلم بيها وبيتمتع بيها هالاند، هو لاعب لسه 22 سنه بيتمتع بهذه العقليه، فده بيخليني بشوف الراجل ده فعلا قادر يبقى افضل لاعب في العالم. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا كمان على مستوى التاقلم مع الدوريات، يمكن احنا قلنا نونز ودوري البريمير ليج مختلف تماما، لكن كمان يمكن هالاند اتكلم كمان على البوندس ليجا وعلى البريمير ليج، فروقات اكيد كبيره على مستوى السرعات، على مستوى الضغط، على مستوى الجماهيري، ولكن زي يعني ما سعيد اتكلم طموحات كبيره للاعب لسه عنده 22 سنه، من اهم طموحاته هو الفوز بدوري الابطال. كمان مباراه بكره كبيره ما بين مان سيتي ودورتموند، لسه
هنتكلم مع حضراتكم كمان على الدوري الإيطالي، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني في الوقت المتبقى من الحلقه عايز اكلمك سعيد على الدوري الايطالي. كنا متوقعين وخاصه فريق كبير زي اليوفنتوس خسر اللقب السنتين اللي فاتوا لحساب الانتر وحساب الميلان، كنا متوقعين اليوفنتوس بشكل مختلف تماما سواء في السيريا او حتى في دوري الابطال. مشاكل اليوفنتوس فين؟ وشفت اليوفنتوس خلال الدوري الايطالي والتعادل الاخير مع ليتش رقم 17 في الدوري، شايفه ازاي؟ يعني انا بشوفها بدايه منطقيه، لان يوفنتوس ما اضافش جديد، يعني هو ما اضافش تدعيمات بشكل قوي. استمرار أليجري، يعني بنقول طول الوقت ان الكره الايطاليه وان يوفنتوس بالتحديد محتاج لعقليه جديده، لكن انت طوال الوقت أليجري متفرغ لفكره انه بينتقد الناس اللي بتصرف والناس اللي بتلعب كره اللي بيقال عنها تيكي تاكا، وانه بينتقد هذا الاسلوب وانه عايز مصمم على الشكل اللي بيلعب بيه. فانا اعتقد ان يوفنتوس محتاج نقله في الاداره الفنيه، محتاج اداره فنيه جديده، محتاج مدير فني جديد. وقريت ان توخيل ايضا احد الاسماء المرشحه، يعني هو الصراحه حاليا اللي ممكن يبقى ما بين يوفنتوس وبايرن ميونخ مين يفوز بتوخيل. واعتقد هو ده التحول الحقيقي، ان انت محتاج تحول في الشكل الخططي للفريق، اسلوب الفريق لازم يتغير، ثم تقدر تبني عليه تغييرات في العناصر وان انت تدعم بصفقات جديده. طب على مستوى الاداره طبعا انت عارف توخيل كمان من المديرين الفنيين اللي بيحب صفقات جديده، وانتقاله للدوري الايطالي مطالب النقله دي هينقل نقله مختلفه. صحيح تمام. صحيح خاصه ان بقى في متنافسين كمان. انا عايزك يعني وانت بتتابع كابتن شوف سباليتي بيعمل ايه مع نابولي. يعني بيلعب كوره جميله جدا جدا وبيستحوذ تصدر الدوري كمان دلوقتي بعد صحيح. فانت خلاص انت لازم تلعب الكوره دي، انت لازم تلعب الكوره حديثه، لازم عندك قدره على ان انت تستحوذ قدام اي خصم، انك تصنع كم كبير جدا من الفرص، انك بتدافع بالهجوم. الافكار الحديثه كلها اللي أليجري متخلي عنها او مش مؤمن بيها، انا بشوف انها بتضعف يوفنتوس على العوده، وانه هيكون بعيد طوال الوقت، خاصه انه منافسي بامكانيات اقل وبعناصر اقل قادرين يمشوا بخطى اسرع منه وقادرين يتفوقوا عليه. اتلانتا على سبيل المثال، اتلانتا دلوقتي موجود في المركز الثالث بسبب التكتيك. ساسولو في فتره من الفترات كان ساسولو كان بينافس على المركز الخامس والسادس. صحيح. فالانديه الايطاليه الصغيره ابتدت تستعين بمدربين عندهم افكار حديثه، بيشتغلوا بشكل خططي ليه علاقه بالافكار المعاصره، فبداوا ياخدوا خطوات لقدام، انما يوفنتوس لا بيتاخر لورا. مورينيو مع الدوري الايطالي مع روما ممكن يكون من الاربعه الاوائل في نهايه السيريا ام ممكن برضو يكون في المنطقه الدافيه. مورينيو مع عامل حاله كمان في مورينيو عامل حاله عظيمه جدا لايطاليا عموما. وجود مورينيو في اي مكان بيضيف مزيد من الجماليه ومزيد من الاثاره في اي مكان. واعتقد انه حظه كان سيء ان في بدايه الموسم كان في اصابات كتير في الفريق وغيابات كبيره أثرت على نتائجه، لكن في نهاية الموسم هيبقى مورينيو منافس رغم أنها صعبة، يعني صعبة في وجود نابولي وإنتر وميلان ويوفنتوس، لكن أعتقد أنه حتى الأمطار الأخيرة هيقدر يكون واحد من المتنافسين على المراكز الأربعة الأولى. وأعتقد الاستمرارية مع تدعيمات في الموسم المقبل أنه يقدر يدخل المنطقة دي، لكن وجود مورينيو أضاف لروما وأضاف للدوري الإيطالي وأضاف الميلان. الميلان يا سعيد، الميلان بعض الناس بتقول الميلان كان السنة اللي فاتت أفضل الفرق على مستوى الجماعي. صحيح. خروج كاسيه طبعا اللاعب الساحل العاج من وسط الملعب، مع عدم وجود صفقات كبيرة، مع تجديد ابراهيموفيتش بسن ال 41 سنه، الميلان قادر على المنافسه بقوه على اللقب ام سيكتفي بالادوار يعني بالمراكز اللي اتحققها له تشامبيونز ليج؟ انا في تقديري اعتقد ان فرص فوز ميلان بالدوري الايطالي هذا الموسم هتكون اصعب بكثير جدا جدا من الموسم الماضي، لان الضغوط عليه اكثر. لما المنافسين بيتعاملوا معاك والاعلام يتعامل معاك كونك الطرف الفائز بالبطوله او انت بطل البطوله، فبيبقى الضغوط اكبر. فاعتقد ان زي ما حضرتك شرحت وقلت، مع غياب التدعيمات في الفريق وتبقى الازمه الابديه لمعظم الانديه الايطاليه في الفتره الاخيره غياب التدعيمات القويه، فده بيصنع ضغوط اكبر على الفريق. فانا مش شايف ميلان. طب عشان نحدد برضو، يعني هو لسه طبعا بدري الجوله السادسه، اشوف معاك برضو جدول ترتيب الدوري الايطالي وظهور، يعني خلينا نتكلم على اتلانتا مثلا. اتلانتا برضو السنه اللي فاتت عامله شكل كويس قوي. بتتكلم الانتر دلوقتي، بنتكلم يعني الاول نابولي، اتلانتا، ميلان، اودينيزي، الانتر، لاتسيو، يوفنتوس في طبعا المركز السابع، روما في المركز الثامن. خلينا
يعني انا عايز اقول اتلانتا كابتن يمكن الميزه فيها انها بتكسب بتخسر قادره تلعب بالشكل اللي يبسطك ان انت كمشجع كوره بيلعبوا كوره حلوه قاعد مستمتع قدام فرقه حتى لما كانت بتلعب في دوري الابطال قدام انديه كبيره جدا في فرق غير عاديه برضو انت قدام افكار متنافس صحيح الادوات ربما تكون افقر او اقل من المتنافسين لكن في النهايه في افكار في الملعب انت بتستمتع بيها وشايف ان في ناس بتجتهد عشان تعمل حاجه وما عندهمش مرج وضغط يعني هم كل طموحاتهم ان هو لو وصلوا حتى ل المركز الخامس او السادس يلعبوا على المستوى إنجاز كبير على المستوى جداً. الاوروبي يعني. صحيح وكون ان انت تبقى قادر تبقى ند للاربعه الكبار طوال الوقت فده عمل عظيم جدا وكمان الاستمراريه ان انت بتعمل ده بقالك كام سنه بتعمله بقالك كام سنه بتشارك في دوري ابطال اوروبا فبالتالي اعتقد ان مشروع اتلانتا يستحق ان الناس تبص عليه كويس جدا وان الناس تقلده لانه بامكانيات فقيره جدا وامكانيات قليله جدا قادرين يعملوا ده لكن النقله الحقيقيه للانديه الايطاليه والانديه الكبيره مؤكد اللي بيحصل في كره القدم حاليا مش هيحصل الا لما يخش احد الصناديق الاستثماريه الخليجيه. انا متفق معاك تماما لان طبعا ضخ الاموال والاستثمار في كره القدم اكيد بيكون ليه نقله ايجابيه. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده منورنا ومشرفنا. انا اللي بشكرك جدا جدا يا كابتن ودايما كده يا رب مع حضرتك. شكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقه المحترف النهارده يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده ويوم جديد من المحترف.